الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبدأنا في الحديث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تحدثنا عن قيامه عليه الصلاة والسلام، وضع اليدين وتكبيرات الإحرام، تحدثنا عن الأذكار بعد تكبيرة الإحرام، أذكار الاستفتاح، ثم تحدثنا عن القيام والفاتحة وما بعد الفاتحة من القراءات. اليوم ننتقل إن شاء الله لموضوع الركوع وصفة الركوع، ولكن قبل ذلك هناك مسألة تتعلق بالفتح على الإمام. قال: وسن صلى الله عليه وسلم الفتح على الإمام. فتح الإمام بحيث أنه إذا علق في آية أو نسي آية أن يفتح عليه من كان خلفه. وسن صلى الله عليه وسلم الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة، فقد صلى عليه الصلاة والسلام صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تفتح علي؟ يعني لما لبس علي القرآن، ما منعك أن تفتح علي، أنك تصححني أو تفتح علي القرآن فيما نسيت؟ والمسألة الثانية وهي أيضا تتعلق أثناء القيام في الصلاة، وهو الوسوسة، الاستعادة والتفلف في الصلاة لدفع الوسوسة. قال له عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. ما أكثر الناس اللي يلبس عليه في يعني في الصلاة من قبل إبليس والشيطان. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنزب، ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وادفل على يسارك ثلاثا. والتفل غير التف أو البزاق، التفل هو إخراج رذاذ البزاق بدون ريق كامل، يعني ثلاث مرات. طبعا حاول جيبها على كتفك يعني على شمالك، ما تجيبهاش على اللي واقف على شمالك، بلاش يزعل منك يعني بجوز تصير مشاكل. فلكن هي التفل على ثلاث مرات على يسار الرجل الذي لبس عليه. قال: وادفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. هذه باختصار أمور تتعلق بالوسواس. الركوع، ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءته قراءة القرآن سكت سكتة. سبحان الله، هذا الحديث بعيدا عن الموضوع، أهل العلم يقولوا شوفوا دقة الصحابي، حيث كانوا يركزون على سكتات النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت سكتة خفيفة. فقولوا بالله عليكم، كيف لصحابة حفظوا سكتات النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيعوا كلامه؟ ففي ناس يشككون في السنة، ونحن نقول الصحابة حفظوا سكتات النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بكلامه وسننه وأحكامه. قال الله عز وجل لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله هي القرآن، والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني ملاحظة جانبية. ثم رفع يديه، خلص قراءته، سكت سكتة، ثم رفع يديه، تعرف تكبيرة مثل تكبيرة الإحرام، قلنا إما محاذي للأكتاف أو محاذي للأذنين، ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح، وكبر وركع، وأمر بها المسيء صلاته، فقال: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر ويحمد الله ويمجده ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. ذكرنا مسألة الإطمئنان، إن الإطمئنان غير الخشوع، الإطمئنان لها علاقة أكثر بالجسد أكثر من إنها في القلب، الخشوع في القلب والإطمئنان في الجسد. فالركن اللي عليه يحاسب الإنسان هل صلى أو لم يصلي مش مسألة الخشوع، الخشوع يعد من كمالات الصلاة، ولكن إذا ما خشع الإنسان، خشوع القلب وحضوره وتفكره في عظمة الله عز وجل، في الجنة والنار والثواب وغير ذلك، هذا يسموه الخشوع. إذا ما حصل الخشوع 100% أو 10% أو 50%، هذا له علاقة بالأجر، ولكن اللي ممكن يبطل الصلاة عدم الإطمئنان، وهي السرعة في الحركات، بركع ما بلحك تستقر أعضاءه، اللي هو بده يرفع اللي هو بده يسجد، فبتلاقيه زي اللي بيرمح رماح أو ينقرها نقر، زي ما يقولوا نقر الديك أو نقر الغراب. فلا يجوز السرعة في الصلاة، وهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الذي المطلوب من المصلي أن يكون مطمئنا، زي ما قال: حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، حتى تشعر أن كل عظمك قاعد محلها،
تسترخي، ما في إشي وراك، مش مستعجل. بل حتى شوف من صفة الركوع إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في ركوعه، وكان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه. تعالوا مثلنا سعيد. كان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه، وكان يأمرهم بذلك، وأمر به أيضا مصيء صلاته كما جاء آنفا، وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما. شوف أنا يعني الأصابع منفرجي وممكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، وكان يفرج بين أصابعه. طبعا هنا كل جملة بقولها عبارة عن حديث له رواية له أسانيد، ولكن الشيخ اختصرهم. وأمر بها المصيء صلاته فقال: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، ثم فرج بين أصابعك، ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه، حتى يأخذ كل عضو مأخذه. خليك راكع سعيد، مو هو الأصل أنك تظلك تطول في الركوع. وكان يجافي وينجي مرفقيه عن جانبيه. شو يعني يجافي؟ المرفقين اللي هن هذول المرفقين، يجافي يبعدهن، يبعد مرفقيه عن جانبيه أو عن جنبه. وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه كأنه مستقيم. مليح سعيد، بس بدك شوية تمارين. وحتى لو صب عليه الماء لاستقر، صب عليه الماء لاستقر. أظن أبو حليوة لو تيجي أخرى مرة، أنت بشوفك مرات بتجيبها مستقيم. شوي سعيدنا نريحك، جرب. اركع، هاي مستقيم. انزل شوي، لا انزل ظهرك شوي، اي تمام. بس شو ايديك فرجهن اكثر، اعمل كانك يعني مفرجهن شوي. اي ممتاز، هذا هو الركوع الصحيح. في ناس بيخطئوا، شو بيعملوا لما يركعوا؟ بجوز يعني شو بيعمل؟ بيخلي ايديه ملزقات، وبتحسه زي اللي حدا ماسكه، لا زي اللي مربط، زي اللي ركع وهو مربط بحبل. هذا خطا. وفي منهم اللي يعني يدوب ظهره، يعني بيركعش الركوع التام، يعني شوي خفيف هيك بيركعش الركوع التام. شوي يجيب لنا يا سعيد، شو المقصود؟ يعني القصد بيطمل شوي، بيركعش لا تام، اكل بيرفع ازيد، ارفع لفوق. القصد انه بيلحقش طمل، يعني الغلط، انا بحكي عن طريق الغلط، انه بيلحقش يطمل، سبحان الله شو بيطلع. فبيعملهاش يعني بيعملهاش كما يجب. الاصل انه يوصل لمرحله الركوع ظهره مستقيم مستقر كما قلنا، وسيطيل فيها. فاذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، وامضض ظهرك، ومكن لركوعك. وكان لا يصب راسه ولا يقنع، ولكن بين ذلك، يعني لا يصب راسه بمعنى انه يعني ما بيطول راسه ولا بيرفع كثير، انما نص يعني الركبه نص موضع السجود. غلبناك معنا سعيد، بارك الله فيك. لي تمارين، بدها شوية تمارين. وجوب الطمأنينة في الركوع، وكان يطمئن في ركوعه صلى الله عليه وسلم، وأمر به مسيء صلاته كما جاء آنفا، وكان يقول: أتم الركوع والسجود، هذا هو الإتمام. فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. هذه خاصية في النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرى ما وراء ظهري أثناء صلاته. طبعا هذه خاصية جعلها الله عز وجل له لكي يعرف أخطاء المصلين ويصححها، يعني كان وهو يعني وجهه للقبلة كان يرى يعني ما في ظهره. هذه خاصية له صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا فيها صحيح. ورأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، ينقر يعني زي الديجة بسرعة، فقال: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد. ولا تستغربوا من الأحاديث اللي فيها تشديد على مسائل الصلاة، بنعيد وبنكرر، قلناها في كثير دروس، موضوع الصلاة من أهم مواضيع الإسلام، وأعظم ركن وأعظم عبادة تتعبد الله عز وجل بها، أعظم من أي عبادة ممكن أن تتخيلها. يعني بعد التوحيد وبعد تعلم التوحيد ومعرفة حقوق الله وتعلم صفات الله وأسماؤه، بدك تيجي على الصلاة طوالي بعدها، لأنه بعد ما تعرف ربنا بدك تعبده. وأوسع وأحسن وأفضل صور لعبادة الله عز وجل، اللي الله عز وجل بنفسه اعتبرها من أفضل العبادات، هي الصلاة. حتى إنه تاركها كافر، على رأي كثير من الصحابة وكثير من العلماء المسلمين، تاركها يعني يومين ثلاث أربعة أسبوع لتاركها، هذا مش تاركها تكاسلا. يعني أهل العلم بيقولوا يعني اللي اختلفوا فيه اللي ترك صلاة صلاتين تكاسلا، بس اللي تاركها أسبوع أسبوعين ثلاث شهر سنة، هذا لا يعد متكاسل عن الصلاة، هذا تارك للصلاة، وتارك الصلاة كافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا مسائل الصلاة ولو أنت في نظرك هي أمور بسيطة، يعني والله انحناء ظاهر مش انحناء ظاهر،
طمأنينة ومش طمأنينة، هذا حق لله سبحانه وتعالى وحقوق الله عظيمة. زي ما مطلوب منا أن نعظم حقوق الناس ولا نتعدى على حقوق الناس، فهذا حق خالص لله عز وجل كتبه لنفسه وأوجب عليه خلقه. فقال لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده، مثل الجائع أو مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده، مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الذي يركع ويسجد كمن هو جائع وبده يأكل. انت لو انك جعان بدك تاكل وصح لك تركع وتسجد والاكل موجود ومحل ركوعك وسجودك، تخيل تكتفي بتمر وتمرتين بدك تلهط صح؟ فتخيل لك انت طول ما انت مطيل في ركوعك كانك تاكل الحسنات اكلا، وانت مطيل في سجودك انت تاكل من الحسنات اكلا، فمكل ومستكثر. من شعر عن جد انه بحاجه لحسنات سيطيل في ركوعه ويطيل في سجوده. وقال ابو هريره رضي الله عنه نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم ان انقر في صلاتي نقر الديك وان التفت التفات الثعلب. طلع شمال يمين بعد الثريات بقلط الناس على الباب متبع مع الناس شو بيحكوا، لا عينك موضع سجودك ما لا تلتفت، هذه التفات الثعلب هذه التفات العين لا يجوز. فنهاه ان ونهاني ان التفت التفات الثعلب وان اقعي اقعاء القرد. أقعي إقعاء القرد أظن انفراج الرجلين إذا مش غلطان، انفراج الرجلين اللي وانت قاعد هي صعبة اللي بيفتح رجليه على الآخر زي اللي بيقعد على 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 مؤخرته. في هذه بحكي عن حد وقت الصلاة، وقت الصلاة اللي هي وقت 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 تشهد في ناس بيفرج رجليهم لدرجة إنه بيقعد على كفاه. هذا الطريق هذا الإقعاء، بس في ناس عندهم ليوني بس هي هذه منهي عنها. وكان يقول صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. مش في كثير حرامية؟ في ناس بيسرقوا بيوت، ناس بيسرقوا سيارات، ناس بيسرقوا حقوق ناس، ناس بيسرقوا دول وأراضي مسلمين. فأسوأ الناس سرقة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها وسجودها. هذا بيسرق، كان بيسرق في صلاته. وكان يصلي صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف قال يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وهذا أدب من آداب النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى الخطأ من أحد ما بيقول يا فلان لا يفضحه، ولكن يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، يعني بدون ما يذكر أسماءهم لأنه الهدف تصحيح الفعل مش انتقاد الفاعل. ولهذا رأى الشاب يعني أو الرجل فعل شيئا خاطئا فقال يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وقال في حديث آخر لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، يعني إذا تركع مظبوط إلا لا صلاة لك. أذكار الركوع، وهذا باب جميل جدا وعظيم، وأنصح كل إنسان يعني كتاب موجود على الإنترنت كل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عندي أذكار الاستفتاح ذكر 14 ذكر والدعاء اللي كنت ليه موجود، وعند الركوع عند السجود الآن سيذكر كثير من الأذكار الموجودة. وإنت مشان ما تسهاش في الصلاة نوع في الأذكار، احفظ لك ذكر طبقه فترة معينة ثم احفظ ذكر آخر طبقه بعدها في صلاة أخرى، مش راح تزهق في الصلاة، راح يظلك تشعر إنه في إشي جديد مش روتيني مش إشي يعني خلاص هي هاي الصلاة اسقطها اسقاط واجب، تصير تشعر إنه الصلاة لها طعم آخر. من أذكار أذكار ركوع السجود طبعا هن متنوعات، الأولى سبحان ربي العظيم عند الركوع 3 مرات، وأحيانا كان يكررها أكثر من ذلك، يعني هن 3 سنة ولو اكتفيت بواحدة جاز، لو اكتفيت بواحدة جاء سبحان ربي العظيم. يعني لو واحد أجا متأخر على الصلاة لك الإمام راكع والناس راكعين كبر معه تكبيرة الإحرام طبعا أهم شيء، بعدها كبر للركوع، خطأ إنه الإنسان يكبر مش يعني ينسى تكبيرة الإحرام بس مش دخل في الصلاة، لازم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع ويركع مع إذا لحق مع الإمام يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة جازت صلاته، يعني هذا الركعة له. إذا ما لحقش يقول سبحان ربي العظيم مع الإمام وصار الإمام رافع يقول سمع الله لمن حمده راحت عليه الركعة، بده يجيبها هذه بعد ما يسلم الإمام. وكان أحيانا يكررها صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، يعني شفت الإمام طول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، الإمام طول بضلك تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، إذا لم تحفظ غيره بضلك تكرره. وبالغ مرة في تكرارها في صلاة الليل، حتى هي هاي ذكر واحد
كان يبالغ في تكرارها في صلاة الليل حتى كان ركوعه قريبا من قيامه، وكان يقرأ فيه ثلاث سور من الطوال: البقرة والنساء وآل عمران. هذه الأمور يعني جزء لا يستوعبها عقل عاقل. تخيل أنت إذا تقرأ البقرة والنساء وآل عمران وكان طول الركوع اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربي العظيم بمعدل قراءة البقرة والنساء وآل عمران، بدك تصدق صدق، بدكش تصدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يتعب، يعني هل الرسول لأنه نبي ما كانش يتعب؟ لا، كان يتعب صلى الله عليه وسلم، كان يتعب حتى تتفطر قدماه. ولما سألته عائشة رضي الله عنها قالت يعني ما تفعل بنفسك هكذا وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ الله عز وجل ذكر ذلك في سورة الحج، الفتح ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني إحنا بس بدنا نأخذ من ربنا غفران، ليش منعت ربنا؟ فانظر قمة المحبة من النبي صلى الله عليه وسلم لربه حتى إنه يتعب نفسه ويشعر بالألم. ما هذا يكون إنه يعني الرسول لا يشعر بالألم؟ كان يشعر بالألم زينا زيه، بشر زينا زيه، مش كائن فضائي ولا ملك من الملائكة، النبي صلى الله عليه وسلم بشر زينا زيه. كانت تتفطر قدماه، خيل رجليك تشقهن، طلع منهن دم، اللي عنده مسمار لحم وين راح حمزة؟ اللي عنده مسمار لحم بيتعب، هذا التعب كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر به لله ويحتسب الأجر لله، كما يفعل المجاهد يجرح في سبيل الله ويكلم ويدمى ويعني يأكل الضربات وهو مأجور على ذلك، ولو توجع ولو تألم هو مأجور على ذلك. فهذا في الصلاة، وبالغ زي ما قلنا، ويتخللها دعاء واستغفار كما سبق في صلاة الليل. طبعا أنا أجلت الحديث عن صلاة الليل، كنا خليل حال عشان بالأول نأخذ صفة الركعة الواحدة، بعدها بنرجع للركعات وكيفية صفات النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. الذكر الثاني قلنا سبحان ربي العظيم الأول، الذكر الثاني ده تضيف كلمة واحدة: سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. هذا أيضا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والدارقطني وأحمد. الذكر الثالث: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. التسبيح ذكرناه في شرح دعاء الاستفتاح، وقلنا أنه التسبيح يعني أن تنزه الله عز وجل عن الصفات التي لا تليق به. يعني الله عز وجل هل تأخذه سنة ونوم؟ لا، لا تأخذه سنة ونوم، هذا تسبيح. لما تقول سبحان الله يعني أنا أسبح الله عن أن تأخذه سنة ولا نوم. هل الله عز وجل يظلم مثقال ذرة؟ لا، لا يظلم مثقال ذرة، هذا تسبيح. فكل صفة نقص تنفيها عن الله عز وجل فهذا من التسبيح. وكذلك التقديس، شيء مقدس أي مطهر من كل عيب، التسبيح والتقديس، ولكن ذكرها على وزن فعول وهي المبالغة. سبوح قدوس يعني المبالغة في التسبيح والتقديس لله عز وجل رب الملائكة والروح. طبعا الروح إما المقصد روح الإنسان أو الروح اللي هو جبريل إذا ذكر مع الملائكة، لأن الله عز وجل ذكره في غير موضع: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، اللي هو جبريل عليه السلام. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. بعض العلماء قال إنك لو اكتفيت بالذكر سبوح قدوس رب الملائكة والروح غير سبحان ربي العظيم جاز، ولكن من باب إدراك يعني أو الخروج من الخلاف إنك تقول سبحان ربي العظيم إذا حاب تنوع، ثم تأتي بعد ذلك بالدعاء الثاني أو بالذكر الثاني. الذكر الرابع: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. ليش هذا جاء؟ مشان ما تنسهوش، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا جاء بعد ما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم إنه هذه أجله وأنه أجله اقترب، فلأنه رأى فتح الفتوح ودخول الناس أفواجا في دين الله عز وجل كان يكثر من هذا الذكر، فكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن كما قالت عائشة. يتأوله يعني يطبقه، هذا معنى يتأوله، يعني يطبق القرآن فيقول مثل ما في سورة النصر: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا يدل على جواز الدعاء أحيانا في الركوع، جواز الدعاء أحيانا في الركوع. ومر معنا في صلاة الليل أنه كان يتخلل ذلك الدعاء والاستغفار. الدعاء الخامس: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، أو قال وعظامي وعصبي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. آخر مرة: اللهم، طبعا سعيد في يعني كتيب إن شاء الله قريبا راح يعني يجمع لنا فيه كل أذكار الصلوات بإذن الله الواردة في السنة. اللهم لك ركعت
وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، اللهم لك ركعت. ابدأ في الركوع، لك ركعت. ولما قال لك ركعت مش ركعت لك، هذا يفيد التوحيد، يعني يا رب أنا ركعت لك ولم أركع لسواك. أمة محمد لا تركع إلا لله عز وجل. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أسلمت نفسي، سلمت أمري، وعليك توكلت، أنت ربي، خشع لك خشع سمعي وبصري، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. في رواية أخرى، اللهم لك ركعت وبك آمنت لك أسلمت عليك توكلت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. رواية أخرى. اللي بعده، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت، ذي من 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 أخوات الأسماء الخمسة، ذو اللي هو الصاحب، وتطلق غالبا على الصفات، يعني بجوز أنا أقول مثلا محمد صاحب سعيد، أما بقولش محمد ذو سعيد، بقول محمد ذو الأخلاق الحميدة، فهي بتيجي ذو دائما يعني صاحب للشيء اللي هي صفة، صاحب صفة معينة. فسبحان اللي هو سبحان مين؟ من هو الذي نسبحه؟ ذي الملكوت، صاحب الملكوت، الذي له ملك كل شيء، هو الملك والمالك. شو الفرق بين الملك والمالك؟ تخيل، مالك يملك الأمور، صح؟ هل كل مالك ملك؟ الملك يتصرف في ملكه، تصرف كامل، أما المالك لا يتصرف. بالعكس، المالك يتصرف في ملكه، هو ملكه، يتصرف فيه ما يشاء، هو يملك شيء من أملاكه، ولكن هو مش شرط أن يكون ملك. طب شو الفرق بين المالك والملك إذن؟ الملك الذي يأمر وينهى، بحط التشريع، بحط القوانين، بحط الدساتير. ولهذا قد يكون هناك ملك فقير، ولكن ملك إله التشريع والأمر، ولكن قد يكون في مملكته من رعاياه من الناس من هو أغنى منهم. عندك ترامب، وعندك شو اسمه هذا أغنى رجل، إيلون ماسك، ما معه مصاري أزل من ترامب، بس ترامب مثلا يعني، ولا تشبيه طبعا. الملك يكون هو له الأمر، له التشريع، ولكن المالك هو الذي يملك الأمور، بس مش شرط يكون له الأمر والتشريع. إذن الله عز وجل هو مالك الأملاك، كل شيء ملك لله. ليش كل شيء ملك لله؟ لأنه خلق كل شيء، هو خلقه، إذن هو ملكه. إذا في شيء مش من مخلوقات الله فهو مش من ملك الله. وهل هناك شيء مش من مخلوقات الله؟ خالق كل شيء، إذن فهو مالك كل شيء، كل شيء من ملك الله. فهو المالك، وهو أيضا الملك الذي يأمر وينهى، وأنزل التشريع، وأرسل الرسل، وأنزل معهم الكتب، والحكم دائما حكمه، لا حكم لغير الله عز وجل. إذن فسبحان ذي الملكوت والجبروت، أيضا هذه الجبروت من أسماء العظمة والكبرياء والعظمة، وهذا قاله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. سنة كان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، نفس الطول تقريبا، قريبا من السواء. وزي ما مر معنا قال لكل سورة ركعة أو ركوع، يعني على قدر السورة اللي كان يقرأها كان يركع ويسجد ويرفع ويجلس بين السجدتين وإلى آخره. النهي عن قراءة القرآن أثناء الركوع، وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وكان يقول ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فطمن أن يستجاب لكم. إذن نجعل الركوع، وانت تخيلها، تخيلها مشان تعرف عظمة الله عز وجل. تخيل لو أنك عامل نفس العمل لغير الله، تخيل أنك راكع ظهرك منحني وقاعد بتعظم في الكبالك، والكبالك بشر فيها ذل فيها خضوع، بس قاعد راكع حاني ظهرك تعبان وجريدك جزر الجنة تطولت وظهرك سوري وجعك، هذا عشان بشر. فانت تخيل انه لا احد يستحق من الناس ان تفعل ذلك له، ولكن اذا فعلتها لله فهذه تحتاج منك الى قلب معظم لله عز وجل، يعرف من هو الله سبحانه وتعالى، حتى يكون ركوعك ركوع تعظيم. ولهذا اللي بيقصر في الركوع ليش يعد انه فيش له صلاه؟ لانه ما لحقش يستشعر عظمه الله سبحانه وتعالى، ما لحقش يعني يعطي ربنا عز وجل عظمته التي تليق به، فهو بيركع السريع، مش قادر تركع اكثر لله. هل منعك الكبرياء من ذلك؟ مش عارف تتعب ظهرك شوي؟ الله عز وجل يستحق ذلك، هذه عباده لله عز وجل. وانت مشان تكون عبد
لازم تأخذ من حظ العبودية والذلية شيء. فالعبد لا يكون عبدا إلا إذا كان ذليلا خاضعا لله سبحانه وتعالى، وهذا من أنواع الخضوع، من أنواع التواضع. ولهذا يستحيل على الإنسان المسلم المؤمن الذي يتقن صلاته أن يكون متكبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اللي بيتقن الصلاة ويتفكر فيها بهذا الحال يعلم عظمة الركوع وعظمة السجود الذي يفعلها لله سبحانه وتعالى، لأنه يعظم الله سبحانه وتعالى. طبعا الاعتدال من الركوع ما يقول فيه هذا نرجعه للدرس القادم. حاليا أخذنا اليوم صفة الركوع. أخر مرة بنلخص: الأصابع منفرجي، تقبض على ركبتيك كأنك قابض على، تخيل قابض على خشبي عائشي، تقبض عليه محكم لها، إيديك تفرجهن قليلا عن الجسد، تبعدهن شوي عن الجسد، وظهرك مستقيم كأنه لو صب عليه ماء لاستقر. بدك تحاول، بدك تتدرب عليها عشان تتقن الركوع. طبعا الرأس زي ما قلنا له مطمل كثير وله رافع كثير، وإنما وسط بين ذلك، وعينيك على موضع السجود. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من مقيمي الصلاة الذين هم في صلاتهم خاشعون. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.